عايز احكيها لك قبلك. قول يا اسماعيل. كان في اتنين بيعكسوا مراتك في الميه وهي ساكته لهم. صحيح. طب مستني يا اسماعيل ما تروح تأدبه. ما خلاص الست وصلت. انا قلت مش لازم تنزل البحر لوحدها ابدا. كلمها انت يا اسماعيل وحقيها. في حاجه؟ مين الاتنين اللي كانوا بيكلموك انت عند البراميل؟ دول ما كانوش بيكلموني. لا يا شيخ. دول كانوا بيعكسوني. حاجه حلوه قوي. بالعكس دي حاجة بايخة قوي لأنهم ضايقوني موت. ولما ضايقوك يموت ليه ما وقفتهمش عند حدهم؟ هعمل لهم ايه يعني؟ مش قادر تلطشي واحد منهم قلم؟ أضربه يعني؟ حرام يا اسماعيل. حرام ايه وحلال ايه؟ افهمي بقى. بيتهيألي معاها حق يا اسماعيل، مش معقول تضربه. اسكت انت، كانوا بيقولوا لك ايه؟ الطويل الأسمر كان بيقول لي في فيلم حلو في سينما مترو. وقلت له ايه؟ رديت عليه ما سكتلوش، كسفته. قلت له شفت الفيلم. بقى انت بني آدم عنده عقل عنده شخصية؟ أيوه يا فندم، انت ما عندكيش شخصية أبدا. يعني انت اللي عندك يا سي عمر؟ كنت هتعمل ايه لو كنت معايا اكتر من كده؟ طبعا كنت هعرف اتصرف. عند اسماعيل ويعرف ازاي يربيه. خلاص دي اخر مره تنزلي فيها البحر لوحدك. ايوه يا مع اسماعيل يا بلاش. هو اسماعيل فضيلي. اسماعيل ما بيفرقلناش دقيقه واحده يا وفيه. خلاص يا عمر هي مش هتنزل من غيري. ايه رايكم نتغدى هنا النهارده؟ ما عنديش مانع. طيب ما تروح حضرتك زي الشاطر وتاخد العربيه وتوصل لحد ابو قير تجيب لنا سمك وجمبري وتيجي. لا. ليه لا يا وفي؟ نبعت نجيب غدا من هنا من البوفيه. يا شيخه بقى عجباكي المكرونه المعجنه بتاعت البوفيه ولا اللحمه اللي زي البراطيش؟ انا هنزل ابو قير بسبت السكه وارجع لكم تاني. طب استنى هلبس هدومي واجي معاك. وهتسيبوني لوحدي؟ تعالى معانا. ما اقدرش، انا مستني حازم يفوت عليا هنا. يلا عمر بلاش تضيع وقت، انا هوصل البوفيه سقع البير عقبال ما تلبسي. يلا يلا.
دلوقتي اخترع حجج والف حكايات طويله عريضه عشان اقدر اختلي بيكي؟ لا يا اسماعيل، ما تبقاش مجنون. انا مجنون بيكي يا وفيه. انت وحشاني، وحشاني موت. لا يا اسماعيل، انا صحيح ضعيفه وما عنديش شخصيه، لكن هقاومك، لازم اقاومك. مش هتقدر. احزق ارخي. الاسطوانه دي بقت قديمه، سمعتها كتير. طبعا المعروف مش هنا يا اسماعيل، مش هنا. ما تخافيش، دي فرصة يا وفية ما تتعوضش. انت وحشاني، وحشاني موت. حرم عليك، حرم عليك، ربنا يحرقني بالنار. انسي بقى كلام ماما ودادا، انت مش صغيرة. ربنا بيحاسب الكبار قبل الصغيرين اذا غلطوا. تبقى تصلي 40 ركعة زي كل مرة وهو يسامحك. مهما صليت خلاص، ربنا مش عايز يسامحني، هيحاسبني ويعذبني. هيحاسبني ويعذبني. انت ما كيس هم لأسف عنك. اول ايدك. مش بعدين في حكايه العياط دي بقى، هو كل مره لازم افهمك ان الدموع مش هتصلح اللي حصل؟ مش هتطهرك ولا تنظفك؟ ما بقت قديمه الحكايه دي يا روحي. انا فعلا مهما عيطت مش هقدر اكفر عن ذنبي. بطلي بقى تمثيل دور العفيفه الشريفه. ما خلاص يا روحي، انت اتعودت عليا وما بديش تستغني عني ابدا. انت دلوقتي محتاجالي اكتر ما انا محتاجيك. بطلي بقى تضحكي على نفسك وعليا. ابدا انا مش كده يا اسماعيل، مش كده. انا لازم اوقفك عند حدك، لازم اخلص نفسي منك. مش هتقدري يا وفية، لانك بتحبيني، بتحبيني قوي. انا بكرهك وبكره نفسي وبكره عمر عشان مصدقك وبيثق فيك، بيسمح كلامك ويتخلى عني، يسيبني لوحدي معاك وانا ما بقدرش اقاومك، ومصيري في يوم اقتلك وقت العبر وقت النفس. المرة جاية يا روحي قومي بقى انا شفي دموعك، دموع السعادة والنشوة يا ممثلة بالقوي، عقبال ما اروح اسقع البيرة المرة دي بجد. تاخدي كوباية بيرة؟ الدنيا حر والبيرة ساعة تهدي. عمر وصل. تأخرت عليكم؟ لا أبدا، ده أنت جيت في وقتك. أما جبت لكم شوية نياس على شوية بربون يجننوا. لا، وجبت لك بطارخ من اللي قلبك يحبها. كلك نظر يا عمر. يلا يا فافي، انا ما اقدرش اشوف الاكل قدامي وحوش نفسي. الحقي نفسك. انا مش جعانه. ازاي بقى؟ حاسه اني تعبانه وعايزه اروح. فعلا باين عليك الاجهاد. لازم خدت لطش الشمس من الحمام ساعتين في البحر. لا. امال تعبانه ليه يا وفي؟ اتكلمي. هتتكلم تقول ايه بس؟ هتقوح في حاجه باينه زي الشمس؟ هو ده اللي حصل زي ما قلت يا اسماعيل. خدي الساندوتش عشان خاطري. مش عايزه. فافي اوعي تكسبي اسماعيل، عيب. ازاي ما كنت فسفور وانت محتاجه الفسفور؟ يلا مال، يلا يلا. مش عايزه، مش عايزه. فافي وفيه. سيبها، هي هتروح فين دلوقتي؟ تمشى وتروح لوحدها، اصل الحمام في الشمس دايما بيهيج الاعصاب. معلش. تعبينك معانا يا اسماعيل. اشرب يا عمر، اشرب. بصحتك. بطلي بقى تمثيل دور العفيفة الشريفة، انت اتعودت عليا، ما تقدريش تستغني عني ابدا. محتاجالي اكتر ما انا محتاج لك. بطلي تضحكي على نفسك وعليا. بطلي بقى تمثيل دور العفيفة الشريفة. بطلي بقى تمثيل دور العفيفة الشريفة.
بطلي بقى تمثيل دور العفيفه شريف، بطلي بقى تمثيل دور العفيفه شريف، بطلي بقى تمثيل دور العفيفه شريف، بطلي بقى تمثيل دور العفيفه شريف. انا مش كده، انا مش كده ابدا، مش كده ابدا. ومامتك بيضربوكي وخوفوكي عشان يربوني كويس، كانت النتيجه انهم شلوا تفكيرك، خلوكي تخافي تتصرفي بنفسك وتعملي اي حاجه حتى لو كانت صح احسن تغلطي، وحتى لو مره غلطتي غلطه صغيره قد كده اهو، كنت من خوفك يتهيألك انها جريمه كبيره قد كده اهو، وتقعدي تصلي عشان خايفه من ربنا مش عشان بتحبيه، مظبوط ولا لا؟ اوعي تنكري، اوعي اوعي اوعي. مظبوط. وحاجه تانية كمان، انت من صغرك زي ما قلتي قدام كان ممكن تقعدي مع واحده صاحبتك اللي مامتك موجوده معاكم، كان ممكن تلاقي لهم فستان حتى تشتري اي حاجه عايزاها بنفسك، ولا مامتك هي اللي كانت تجيب لك كل حاجه، حتى السينما كان لازم بابا. ده انا لما اتجوزتك ما كنتش تعرفي تفصلي بيا حد. انا دايما كده بتكسف بتكسف. ما بتقدريش تقولي لا ابدا. ما انت زي عمر بتتكسف وملكش شخصيه ابدا.
عشان كده انا وانتي محتاجين اسماعيل، هو اللي علمنا وبيعمل لنا كل حاجه في الدنيا. هو مين اللي اجر لنا الشقه دي في اسكندريه والكابينه؟ مين اللي علمنا نلبس ونقعد مع الناس؟ واكتر من ده كله، انت عمرك شفتيني قبل ما اقدم لك الشبكه؟ ابدا. تعرفي مين اللي اختارك زوجه ليا؟ مين اللي جوزني ليكي؟ هو اسماعيل سمعه ابو السباعي وفيه. كتر خيره. اديك قلتيها، احنا نقدر نعيش من غيره؟ احمدي ربنا ان لنا صديق وافي مخلص زيه. انت غلطان غلطان، اسماعيل مش مخلص، مش وافي زي ما انت فاكر. اسماعيل مالي يا وفيه؟ اتكلمي. مقدرش اتكلم، مقدرش اتكلم. طبعا متقدريش. هتقولي ايه على سمعه؟ حق كله لاسماعيل، ده لو طلب حياتنا لازم نديها له، واكتر من حياتنا كمان. اهو كده، برافو عليك. يلا بقى يا فافي البسي، اسماعيل زمانه جاي، عازمنا النهارده على السبق. وعشان ترضي ابو السباع وترضي ضميرك، البسي الفستان الازرق اللي بيحبه. يلا يا فافي، يلا يلا يلا. حاضر يا عم. يغازل زوجتك الشريفة جدا جدا ويحاول أن يعتدي عليها، يجب أن تطرده من بيتك حالا إذا أردت أن تحمي زوجتك وتحمي شرفك. صديق وعاوز تحكيها لي، فايق ورايق وانا بحرق في نفسي عشانك. تقدر تقولي وفيه فين لحد دلوقتي؟ ما تزعلش نفسك يا سمعه، اهي جت. اتاخرت قوي يا فافي. وبنت خالي جت البلاش من الصبح. كنت قاعده مع خالي ومرات خالي. شفت يا سمعه، ما كانش في داعي تغير دمك. اشرب ايدك قبل ما تبرد. يلا 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 يلا. وحشاني يا وفية، وحشاني. ري يا عمر، مالك؟ اخرج من بيتي يا ولد، اخرج بره. انت جريت يا عمر؟ اخرج بره قبل ما اجيلك، اخرج.
كان عندك حق. سامحيني يا بابا، سامحيني. حكي علي، حكي علي. أنت استجدت نفسك سمحتها من خالي. احكي لها يا وفي، قولنا 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 قولنا. ما تقولي بقى. مال يا وفي، مش هتعجبك يا ابو السباع، مش هتعجبك. يلا بينا عشان عايزه اتغدى. لسه بدري على الغدا يا وفي، خش البسي المايوه عشان هنزل معاك البحر النهارده. ايوه، عشان ما حدش يستجري عكسك. لا النهارده عايزين نتغدى بدري عشان نروح السينما من 3 ل 6. في فيلم حلو قوي في سينما امير، مش معقول يفوتنا. يلا بينا احسن، انا جعانه قوي. يلا يلا يا سبعه يلا. الدكتور بيمر لقى المجنون حاطط وده على الحيط، قال له بتعمل ايه؟ قال له تعالى اسمع انت. الدكتور حط وده على الحيط، قال له ما انا سامع حاجه. المجنون قال له ما هو ده اللي مجنني. عمر، انا بيتهيالي ان في جواب في صندوق البوسطه. وايه يعني؟ هات انت البيره، هاتي. اصل الجواب ده يمكن يكون من بابا، عشان خالي قال لي ان ماما تعبانه شويه. انزل النبي هاته يا عمر، اصل انا مخدوده قوي على ماما. اديني المفتاح ولا انزل اجيبه. ودي تيجي يا سمعه، يبقى اخوك الصغير موجود وانت تتعب نفسك دقيقه واحده. بنفسك تظهر بأنك ستتركهما وحدهما لمدة نصف ساعة، ثم عد بعد 5 دقائق وسترى الفضيحة بعينيك. سايب لك الجواب ده. هو اسماعيل فين؟ راح يجيب جاتوه من عند دليس، زباله جاي.
الجواب كان من مين؟ ده اعلان اوكازيون. طب هو فين؟ انا عايز اقراه. قطعته ورميته. قطعته ورميته؟ انت ايه؟ انا ايه؟ ايه في حاجه؟ ده سمعه. تيجي من فيا سمعه؟ بالمربع علشانك وبالخريم عشان وفيا. الحقني بالليل اوام، انا لازم اتكلم مع مصر بالتليفون وراجع بعد نص ساعة. يا ريتك تكلم بابا كمان تسأله عن صحة ماما. مش هتأخر عليكم؟ هنلعب كونكال لحد ما ترجع. اوعى تشوفني بقى سمعة، اوعى اوعى اوعى. يا عمر عشان ترجع اوام. هوا نادي الصيد في السلسلة. وبطل العياط ده بقى. قال لك كده؟ ايوه. اظن بعد اللي قاله الدكتور لازم ترجعي اسكندريه لجوزك حالا دلوقتي. وانا متاكده ان عمر هيسامحك على الشوشره اللي عملتيها دي من غير لزوم بعد ما يعرف انك حامل. اذا كنت بتحبيني يا بابا، اذا كان ليا اي مهزه عندكم لازم اخلص من الحفل ده. دي مجنونه؟ لازم يا بابا، لازم اخلص من الحفل ومن عمر كمان، لازم يا بابا لازم. لو جبت السيرة دي مرة تانية ما تبقيش بنتي ولا اعرفك، هتبرى منك، هطردك من بيتك. اطردني؟ موتني؟ لكن ده اللي لازم يحصل. انت ما تعرفش يا بابا، ما تعرفش. انا اللي اعرفه انك لازم تطيع جوزك وتحترميه، تسمعي كلام ابوك وامك. يا بنتي ده رضا الام والاب من رضا الرب. انا عمري ما عطيت لكم امر، عمري ما فتحت بوقي وقلت لا في اي حاجة كنتوا عايزينها مني، حتى لو كنت بكرهها. عمري ما رفعت عناية في اي حد فيكم. لكن انا لازم اسيب عمر، لازم اخلص من الحفل ده. علشان ايه؟ علشان الكلام الفارغ اللي بتقوليه؟ بتكرهيه ومش طايقاه؟
ده سبب للطلاق للجريمه اللي عايزه تلتك بيها. ده كلام تقوله بنت ناس متربيه تعرف ربنا وتخاف منه. انتوا ما تعرفوش حاجه. ايه اللي ما نعرفوش؟ انطعي قولي. ما اقدرش اتكلم ما اقدرش. الو ايوه انا يا عمر موجوده يا ابني هخليها اكلمك. لا يا بابا. تعالى كلميه. يستحيل اكلمه. اسمعي الكلام احسن لك. ما تفتكريش انك كبرتي. انا لغايه دلوقتي اضرب بالكربان. تعالى كلمي جوزك. كلمي. الو فافي مالكيش حق ابدا تزعلي وتسيبينا. انا عرفت كل حاجه. اسماعيل قال لي على كل حاجه. قال لك ايه؟ قال لي انك افتكرت الجواب الازرق اللي جاني كان من واحده ست عشان كده زعلت انت. لكن احلف لك بشرفي مظلوم والله يا فافي. اسمعني يا عمر انا مش عايزاك. يا عمر ما تسمعش الكلام الفارغ اللي قالته البنت المجنونه دي. تعالى مسرح حالا دلوقتي علشان تاخدها. وفية هترجع لك زي الكلبة. ما فيش لزوم تخليه يرجع. انا هروح له يا بابا. هروح له ما دام انتوا تخليتوا عني. ما دام مش عايزين تساعدوني. هروح له. انا خلاص ما بقاليش غيرك. انت بس اللي تقدري تساعديني يا عفاف. قولي لي اعمل ايه؟ أموت نفسي أنتحر. لا يا وفية ما تقوليش كده. أنت مالكيش ذنب. أنت مش غلطانة. إزاي يا عفاف؟ أنا كنت دايما بقاوم إسماعيل لكن بستسلم له في الآخر. ولما بفوق لنفسي بكرهها وأتمنى. لكن بعد إيه؟ ده لأنك ضعيفة مالكيش شخصية وأهلك هما اللي خلوكي كده. لو كل أب وأم قدروا إن تربية أولادهم وبناتهم مسؤولية خطيرة محتاجة العناية والدراسة مش ارتجال ما كانتش المقاسي دي تحصل. وأبقى حامل ومش عارفة من مين فيهم. اليأس والدموع مش هيحلوا المشكلة. إحنا لازم نفكر كويس قوي نعمل. وأنا هساعدك يا وفي هساعدك للآخر. أنا قلت إن مفيش غيرك يقدر يقنعها. أنا عارفة تأثيرك على وفية العمر جوزي وقد ايه هما بيعزوك وانت بتعزهم. وان شاء الله على ما اوصل محطة الرمل واجي تكون قدرت تفهمها ان في مصلحتها ترجع لجوزها ولبيتها. اورفوار. مخلص وفي ادي صديق العمر اللي بتحبه
اللي مستأمنه على شرفك ومراتك وبيتك؟ عرفت ايه هو؟ عرفت ازاي كان بيعتدي عليا وانت اعمى مش شايف؟ عرفت اني حامي ومش عارفه من مين فيكو؟ مستني ايه؟ انت هتحاسب صاحبك على خيانته ولا جلده؟ انت هتتقتل لشرفك؟ انت هتقتل وتقتل؟ انت انت وفيا اللي مفهماكي مالكيش ذنب. جمال ضعيف اقتل وقتلني وفيا. تاخد شوية منين يا محمد؟ يا شيخة هو الواحد لحق يهضم الفطار؟ هو هوا البحر بيخلي حاجة. خد خد دول علشان خاطري. هاتي حاجة تجنن الواحد. عايش عشان ياكل وبس، ويريد بياكل حاجة صبحة إلا كله بايد كحك. ومنين ومنين وكحك؟ حاجة تلكم وتسد النفس والنبي. ده كحك يرد الروح. خد يا ميم، خد يا سمير، تاخدي كحكة يا فتحية. طب يا ست كتر خيرك. ما تاكلي يا بنت. معلش يا سيدي هاكلها كمان شوية، أصل ما عنديش نفس. مالكيش نفس للكحك؟ أمال لك نفس لإيه؟ للفجر؟ للطين؟ للوحن؟ قومي يا فتحية خدي ميمي وانزلي بالبحر. حاضر. أقوم أنا كمان أتمشى يا ماما. تتمشي تروحي فين؟ استني هنا، ما تروحيش بعيد، خليكي قدام عينينا. حاضر. أوعي تسيبي الواد من إيدي. حاضر.
البنت دي ما بقتش تنفع خالص، بقت مرقعه ولعابيه ومش ناويه تجيبها لبره. والنبي ابدا، دي بنت زي اللهلوبه. انت اللي قلبك طيب، انا متاكد انها حراميه كمان بتسرق الاكل. ما بقالهاش شهر عندنا جايه معصعصه، شوفي دلوقتي بقت ازاي، متختخه كده ومربربه، تلاقيها بتاكل اكل العيال. ده حق كله اللي امانتها، ده انا بسيب لها الدواليب كلها مفتحه، عمر ايدها ما اتمدت على حاجه. والنبي دي بنت لقطه. انا مش مستريح لها، وبكره تشوفي. الله، هي راحت فين؟ اقعد هنا يا سميمي وما تتحركش، اوعى تروح بعيد، اقعد العب هنا. صباح الخير يا فتحية. صباح النور يا سي حسنين. يعني ما شفناكيش امبارح يا فتحية. والنبي ما قدرتش يا سي حسنين، اصل الافندي بتاعنا لما بيقعد في البيت بيكتم نفس كل اللي فيه. ده باين عليه افندي كشر ومعقد قوي. يعني ما لقيتيش الا الناس دول اللي تشتغل عندهم؟ هما بيدوكي كام؟ 250 قرش. ها؟ 250 قرش؟ حد اليومين دول بيشتغل بقروش؟ تعالي وانا اوديكي عند ناس يدوك 4 جنيه، وكل سنه يزودوكي جنيه. زي ما انت عايز يا سي حسنين. انما والنبي الست بتاعتنا طيبه قوي. المهم هنشوفوك النهارده بعد الظهر ولا ايه؟ ان شاء الله. انا هنزل اجيب المكوى وهبقى افوت عليك. طب اما نشوف. خد دي مني يا سي حسنين، ده انا اللي عاملاها بايدي والنبي. من يد من اعدامها دوحة. نجيلكوا البيت النهارده. طب هات المكوى بقى احسن مستعجله. وبعدين معاك يا فتحيه،
بقى لي مده بنلمعه ونسمعه، وانت كل ما نفتحوا الموضوع تقفليه. موضوع ايه يا استاذ ابراهيم؟ انا راجل صنايع وكسيب وماشي مستقيم والحمد لله. امي دايما تدعي لي وتقول لي ربنا يرزقني في بنت الحلال. ايه رايك بقى في الحلال؟ المكوى خلصت يا سيد. اسمعي امي يا ساتر، ايه رايك تخطف رجلك وتروح تشربي معاك كوبايه شاي؟ ما تجيب المكوى كانت خلصت يا اختي. اتفضل قميص كمان شويه خديه. طب انا رايحه مشوار وهرجع لك. انا ما عنديش في الدنيا غير امي، وانت هتكوني في غلاوتها، هشيلها في عين وانت في التانية. ترد عليا بقى فتحية وتريحي قلبي. بصراحة يا استاذ ابراهيم انا مخطوبة. مخطوبة؟ اه. لمين؟ لواحد من اسكندرية. بتحبيه يا فتحية؟ ربنا يعلم. هو بيحبك؟ متشعلة فيا قوي. لا ممكن يكون اكتر مني. ما تزعلش يا استاذ ابراهيم، الجواز ده اكل، وانت راجل طيب وربنا هيرزقك على قد نيتك. عن اذنك. البت طيبة وعلى نياتها قوي. وانت هتعمل ايه بقلبها الطيب؟ هتقبض بيه ولا تصرف؟ هنعمله ايه بس رتيبة؟ هنغتنه بالعافية؟ ما تسيبك من البنات الفقري وتلملك على واحدة تريشك. المريشين عينيهم مفتاحة وقلبهم زي الحجر الصوان. ما قلتلك من الاول فضلت تقلان عليا لحد ما هجت. اوعى كده متزقش. هيا هيا. مساء الخير يا سحسنين. يا سنورة فتحية، ده انا كنت خايف ما تجيش. ده لو كان على قطع رقبتي برضو كنت جيت. سلامة رقبتي. عاد يا فتحية عاد. كلها يومين والموسم ينتهي والبلدية تستغنى عنا ونبقوا خالين شغل. بكرة تشتغل يا اخويا، ده انت تشتغل احسن شغلانة. يعني هتشغلين عندك يا فتحية؟ لو كان الواحد يقدر يتلم على 10 جنيه بس كنت فتحت دكان سجاير وجبت صندوق كاكولا وكسبت 30 ساغ في اليوم، ساعتها اقدر اتجوز ويبقى لي بيت. لكن لو قعدت احوش 10 سنين مش هقدر احوش ال10 جنيه. بكرة تلاقيهم يا حسنين وتتجوز. واللي هنتجوزوها دي هتقدر تستناني لما نلاقي ال10 جنيه؟ تستناك يا حسنين، تستناك طول العمر. اهو كلام. والنبي تستناك. اللي زينا محكوم عليه يعيش عازب، يفضل طول عمره لوحده، ينام لوحده ويشقى لوحده. ما تقولش كده يا حسنين، بكرة تتجوز. نتجوزه ازاي بس يا فتحية؟ ال3 جنيه يعملولنا ايه؟ ده غير 8 اشهر من غير شغل. ربنا معانا، خلي عندك ثقة بالله. ربنا ناسي الفقر اليومين دول. ربنا ما ينساش حد يا حسنين. وانتوا هتنزلوا من المصيف امتى؟ اخر الشهر. كل سنه وانت طيبه، نشوفوك السنه الجايه بخير. ما تخليش عندك فكر، ربنا معانا. اما اروح انا بقى، زمان الاستاذ صحي من النوم. خليتك بعافيه يا سي حسنين. نفسي يا فتحيه، نفسي موت. وانا كمان والنبي يا سي حسنين. بس يا خساره، لو نعرفوا نستقضوا 10 جنيه من اي واحدة. ما يكونش عندك فكر. كنت فين يا بنت لغاية الوقت؟ ستي بعتتنا اجيب القمصان من عند المكواجي. المكواجي؟ ولا كنت بتتبرقعي مع الرجاله؟ الريس محمد في ايه؟ البنت دي انا مش طايقها ابدا. متهيألي انزلها مصر حالا دلوقتي. معلش يا اخويا، نستحملها لحد ما يخلص الصيف. وهو بدل ما نلوص ونقعد ندور على غيرها. ايه انت كمان؟ يا
ياكل اللب بشره. ما تتعد لي يا بنت فوق بيتك. سمات بلاش ترع ده يا تسلي. سمات سيدي ميمي عايز سميت. بلاش وجع بطن يا اخويا. هات له سميت من نفسه خليه يسمن شويه. يا ست السميت بيوجع بطنه. يوهو، يعني مش زي سندوتش الفول اللي بناكله كل ليله ده. انا ما صدقت لا نفسه زفته على اي حاجه. يا بنت وقف يا عيني. بلاش فرقعه. خدي الحق بتاع السميط وهاتي منه 4 سميطات. خليهم 5 يا سي محمد، واحدة عشانها. تبقى تاخد لقمة مني كفاية. ما تنسيش الدقة يا بنت. ابو سمرة سكر. اهلا رتيبة. ازيك يا حبيبتي؟ ازاي اخبار الحب على حالك؟ ان شاء الله هنشك في ايدك. محتارة يا رتيبة ومش عارفة اعمل ايه. ليه يا حبيبتي؟ عن اذن تعالي احكي لي مالك يا فلا الشر. حسنين يا رفيق. ماله؟ متضايق قوي ومحالته تسع بعكات. متضايق من ايه يا عينيا؟ اصله بياخد 3 جنيه في الشهر، ولما الصيف بيخلص البلديه بتستغنى عنه ويفضل من غير شغل. ها نفسي يا رتيبه يفتح دكان سجاير ويتجوز ويبقى له بيت. بس ناقص 10 جنيه. قلتيلي وناويه تعملي ايه؟ معرفش، انما نفسي اجيب له 10 جنيه دول من تحت تقطيع الارض ان شاء الله حتى اقطع نفسي كده. ما قلتلك بس انت اللي مرضتيش. لا يا اختي كله الا كده. والنبي انت عبيطه، عارفه لو تخرجي معايا كام مشوار بس بعد كام يوم هتلاقي في جيبك ال10 جنيه. بالك البت نفيسه اللي بتشتغل عند الخواجات اللي جنبكم هناك عليها دلوقتي، ويمكن ربنا وقعت فيكم طاس جاز يغرق الجنيهات غيرش انت اللي هبله وعبيط. لا يا اختي كله الا المقدر ده. صحاب حسنين ما يرضاش، ده كان يقتلني قتل. يقتلك ليه يا حبيبتي؟ ده مقدر علينا. اذا كان مقدر علينا في بيوت الشغل ببلاش تبقى العقله منا تخرج بره بتكسب ماني. ده الكلام المعقول. لا يا رتيبه اسمعي كلامي. ما اقدرش، مفيش طريقه تانية. طب اروح بقى احسن سيدي يضربني. يضرب الضربه في قلبه البعيد يا كده. ولايا معايا الدلعات. تعالى أعوذ بالله. البيت زي الفرن ده. احنا مش في اسكندرية. الواحد متهيأ له يفضل على الكورنيش على طول. سمي على الواد يا فتحية وانت بتنيميه. تصبحوا على خير وانتي من اهل. انت مش هتقلع؟ الله، انت مش هتقلع هدومك؟ ومستعجل على ايه؟
رايحين يا سي محمد يا اخويا؟ ما تيجي تنام بقى. وهروح فين؟ رايح اشرب لقي ناسي. انا مش حرامية يا ست، انا ما سرقتش حاجة. عارفة والنبي يا بنتي عارفة، بس
شكلك اليومين دول عصبي شويه واجب عليه نستحمله. والنبي ده انت طيب وزي اللبن الحليب. لكن ده طردني يا ستي، هو ما قعدش ما دام طردني. ولا طردك ولا حاجه. يلا حبيبتي اعمل له فنجان قهوه يروق دماغه على ما اروح انا الحياه. بس اسمع اوعي تاني مره بقى تبقي تردي عليه وتزعلي. ها شهر يا فتحية عاوزة تيجي تستسمحك وتبوس ايدك. ابدا دي حرامية. انت عاوزة تخلف البيت واحدة حرامية؟ حرام النبي، دي غلبانة ومظلومة. انت ما شفتيش الفول اللي جابته؟ دول بيقسم فول. صدق يا اخويا، ما هي كل حاجة في المصيف غالية. انا خلاص البت دي مش طايقها. لما اشوفها دم بيفور وكياني بيتلخبط، متهيألي اني هرتكب جريمة او اعمل جناية. معلش عشان خاطري انا، ما انا من غيرها حلوص، وكلها يومين وحننزل مصر وهناك يحلها الف حلاق. ايه انت كمان؟ قلت لك عشان خاطري انا. فتحية بنت يا فتحية. نعم يا ست. تعال. خشي استسمحي فيه. يلا المرة دي انا اتوسطت لك، لكن المرة الجاية هتعرفي شغلك مني أنا، سامعة؟ حقك علي. يلا. خير يا فتحية. يسعد صباحك يا سحسنين. ازيك النهارده؟ الله يسلمك يا سحسنين، ازيك انت؟ زفت والحمد لله. كفلنا الشر. انا مش هنقدر نقف معاك دلوقتي، اصل المفتش بتاعنا هيفوت كمان شويه. خليتك بعافية. يعافيك يا سحسنين. ابو سامر يو خدتني يا رتيبه. خضيتك ولا انت عالك اللي مش معاك؟ ها لسه برضو حيرانة؟ مش عايزة تسمعي كلامي وتستريحي وتريحي اللي حواليكي؟ لا يا اختي كله الا كده، مفيش طريقة تانية. استني شوية اما قاعد البت في حتة قريبة وارجعلك نفكر سوا ببلوتك. يلا يا بت. تعرفي ما تروح هنا ولا هنا هقطع رقبتك. بقول ايه، مفيش طريقة تانية؟ في كتير. قوليلي انت ما بيقعش في ايدك حاجه كده ولا كده تستاهل اسوره، خاتم بفاص، ساعه ذهب، حاجه يعني من الحاجات دي؟ يا خبر، ولما اروح في داهيه بقى؟ ولا داهيه ولا حاجه. ده من مده شهرين البت سيده لطشت خاتم الماس جاب لها 60 جنيه ولا حتى حس بيها. المهم انهم ما يلاقوش عندك حاجه في الوقت ده. البوليس ما يقدرش يتمسك عليك حتى لو جابوا كل الناس تشهد. لا يا اختي دي حاجه تخوف. ولا تخوف ولا حاجه. شوف انا هفهمك تعملي ايه. اول ما تحط ايدك على الحاجه اللي عينك عليها تتخلصي منها بسرعه. اوعي تخبيها في هدومك ولا بيت الشغل، تجيبيها لي على طول. اوعي تديها لحسنين، اصل معروف انه بيحبك ويمكن البلوس يفتشه. تجيبيها لي انا ولا اتصرف لك فيها على طول، وتاني يوم تلاقي الفلوس في ايدك. اصلا اعرف واحد بيشتري مني كل حاجه، ايها حاجه. لا اعملي زي ما بقول لك كده وما تخافيش. يا ما خدت وبعت واديني زي ما انا اهو. اما اروح انا بقى زمان الفندي بتاعنا ابتدى يزعل. على كيفك. اسمع ساعة ما تعوزيني انت عارفة انا فين يا حبيبتي. طيب. ايه الزيطة والزنبليطة دي؟ للعيال بيلعبوا. Thank you.
جابة نفسك فين؟ في كباريه؟ امشي قولي. يلا انت كمان انزل روح نام. Thank you.
تعمل ايه عندي؟ ها؟ لا ولا حاجة، نام. يا سميرة أبوك لسه نايم. إحنا مش اتفقنا إن إحنا نروح البلاج بدري يا ماما؟ مش لما يصحى باباكي. بلاش خبطة روح يا فتحي يا. صباح الخير يا سمحان. صباح النور. يلا يا فتحية خشي وضبي أوضة سيرك على ما يخرج من الحمام. حاضر يلا. وديت الساعة فين؟ مش وديت الساعة كده ليه يا سمحان متعصب؟ الساعة بتاعتي مش لاقيها، راحت فين؟ تلاقيها تحت المخدة. ما هي تحت الهبابة المخدة، راحت فين الساعة؟ تلاقيها في الدولاب. يا ست مش في الزفت الدولاب، الساعة اتسرقت، سامعة؟ اتسرقت. مفيش غير البنت فتحية هي اللي سرقتها. لا لا. فين الساعة دي؟ اتكلمي فين الساعة؟ شفتي؟ هي الحرامية، مفيش غيرها. استني هنا، تعالي. خفيش حتى اذا كنت فتيه مش هيحصل لك حاجه. والله نجيب البوليس انا هسلمك للبوليس يا حراميه. طول بالك يا سمحان. بوليس تحدي نفسك شويه يا سمحان. اسكت انت، امسكوها الحراميه. يا بوليس يا بوليس هات العميس. قولنا القفطان يالا. الحقني حسنين الحقني. ايه في ايه؟ حصل ايه؟ مالك؟ هيسلموني للبوليس، بيتهموني اني سرقت الساعة. طب هديها. ايه؟ الساعة، هديها اوام ومالكيش دعوة. ما خدتهاش حسنين. يا بنت بلاش لماضة، هاتيها بسرعة زمانهم جايين وراكي. وحياتك ما خدتها يا حسنين. خدتهاش ولا شايلها عشان تديها الرتيبة، ما قالت لها كل حاجة. حتى أنت مش مصدقني يا حسنين. وحياة النبي ما خدتها. يا بنت بلاش تمثيل، هاتي الساعة بقولك. يا لهوي يا لهوي جمال عيا، يا مسد جمال عيا، يا غرام جمال عيا. تباني هنوديك في داهية. شويش عبد الله، شويش عبد الله. تعالى شوف البنت دي حكايتها ايه. بس يا روحي ما تعرفيش، ده باين عليكي مظلومة زي حالاتي. احكي لي حبيبتي، احكي لي على اللي جرالك يا حلو، احكي لي، احكي لي يا ست، احكي لي. بس يا ست بس، احكي لي روحي.
يا حلو. روح يلا يا ولاد لموا حاجتكم، الساعة بقت 10 القطر هيفوتنا. مالكيش دعوة بالطرفة دي. يو ليه؟ هوضب لك هدومك. أنا هوضبها بنفسي. على كيفك. يا عيني عليك يا فتحية، هنسافر ونسيبك مرمية في السجن. يا اخوتي بس مين هيخدمنا دلوقتي؟ هو حد يلاقي خدامين؟ ايوه يا حرامي، الكلب بتاع مدحت من قبل سعاد يا حرامي. بابا بابا ما تكلمش ميمي لحسن ده هيروح النار. نار ايه يا بنت؟ عارف الكلب بتاع مدحت اللي كان ضاع على البلاش وقعدوا يدوروا عليه وما لقوهوش؟ اجري ميمي سرقه ومخبيه. انا ما سرقتوش، انت تتابع. انا لقيته هنا كده برضو يا ميمي. اغصى عليك، خد يا سميرة الكلب وديه لصاحبه، وخدي كمان السمكة بتاعت ميمي اديها له بدل العلقة اللي اديتها له مامته. حاضر. المرة دي بابا مش هيضربك، لكن مرة تانية ان كدبت ولا سرقت بابا هيذبحك بالسكينة. سامع؟ عيني عليك يا فتحية، تلاقي برضو حد لطش الساعة وهي اللي رجلها جت. بابا بابا. فيه؟ ربنا يصفنا لما نسلق. ايوه يا ابني، يعني ربنا يصف الفتحية وهي تسلق ساعة تروح النار. تعال تعال. يظهر ان احنا ظلمنا فتحية. لقيت الساعة يا اسم محمد؟ ايوه. يا اخويا مش كنت تدور كويس قبل ما تعمل الفضيحة دي كلها؟ لا حول الله يا فتحية. ولازمته ايه العياط ده بقى؟ اصلها صعبان عليا وكان قلبي حاسس انها مظلومة. اهو اللي حصل حصل. المهم ايه العمل دلوقتي؟ تاخد بعضك وتروح القسم وتقول لهم لقيت الساعة وتجيب البت في ايدك. ازاي بقى؟ امال هتروح بس فين يا حبة عيني؟ اهو بيوت الخدمة كتير، يعني مفيش الا بيتنا. حرام يا سي محمد، دي بنت صغيرة وغلبانة ومكسورة الجناح، مش يمكن تروح بيت من اللي فيه شبان ما يخافوش من ربنا، حد يضحك على عقلها ويبقى ذنبها في رقبتنا. يلا يا سي محمد، ده انت عندك بنت صغيرة ربنا يوقف لها ولاد الحلال. يلا امال القطر هيفوتنا يا اخويا. حاضر. الحمد لله، يا عيني عليك يا فتحية. والله انا كنت شايلة هم الخدامين بشكل. ما تفكريش ترجع للخدمة تاني، هتعيش طول عمرك في نظر اسيادك حرامية. حتى حسنين اللي من توبك ادي انت شفت خانك ازاي. اسمع الكلام اللي قلتلك عليه، بدل ما تنامي في المطبخ والبلاط ياكل جتتك هخليك تتمرمغي في الحرير. هيبقى عندك بدل الخدامة اتنين. لا خليك انتي. البيت بتاعك مش كده؟ ايوه اتفضلي. شفتي البيت بتاعك اكسلانس قد الدنيا، ما تخافيش يروح هخليه يطلعك. اتفضل ادي قسيمه الجواز الشرعي، واظن بعد كده بقى. طب اتفضل استريح. انا بستعجب ازاي بوليس الاداب يغلط الغلطه الشنيعه دي. اهلا سلوى، انا اسف يا حبيبتي اتاخرت عليكي. ما تزعليش يا روحي، بتحصل في احسن العائلات. انا ضروري هطلب رد شرف. اظن القسيمه دي دايما شايلها في جيبك. طبعا يا فندم. طب اتفضل امضي. هنا. السلام عليكم سعادة البيت. عليكم السلام. يلا يا فتحية، في واحد جاي يضمنك ويخرجك. يضمني أنا؟ أيوه. ده لازم حسنين.
فتحية. أستاذ إبراهيم شد حيلك يا فتحية، الحكاية بسيطة، إفراج إن شاء الله. يا فتحية، لوسطة جاي علشان يضمنك وبيقول إنه خطيبك، ده صحيح؟ إيه رأيك؟ خاموا على نياتها. لوز لوز مقشر. إنما يا حضرة الضابط، مادام هو بيقول إنه خطيبها، فين الدبلة اللي في صباعه وفين الدبلة اللي في صباعها؟ مش شغلك أنت. يا حضرة الضابط، أنا كنت متكلم عليه، وكنا متفقين نقدمه الشبكة النهاردة، مش كده يا فتحية؟ إيه يا فتحية؟ ما ترد. يا حضرة الضابط، أنا مستعد ندفعه الضمان، ومستعد ندفعه ثمن الساعة كمان، تسوى كام؟ 10 جنيه؟ 20 جنيه؟ 30؟ لما يكون ثمنها 50 جنيه كمان، أنا صدقها. خلي فلوسك، المحضر هيتحول للنيابة وهي اللي هتتصرف. يا حضرة الضابط، فتحية ما سرقتش، نحلفولك على القرآن إنها ما سرقت. ابقى قوم لها محامي، دلوقتي تضمنها بس. أنا نضمنها برقبتي. هتكون مسؤولة منك. عارف لو هربت هيحصل لك إيه؟ تهرب. إن شاء الله مش هتهرب أبدا. نهارك سعيد يا حضرة الضابط. أهلا وسهلا، خير؟ والله يا فندم أنا لقيت الساعة فتحية ما سرقتهاش. الحمد لله، يا ما أنت كريم يا رب. ألف مبروك يا فتحية. دي ساعة قيمة قوي، دي ذهب خالص. الله، دي لقطة. حقك عليا يا فتحية، تعالي معايا، الست والأولاد مستنيينك، إحنا مسافرين مصر. فتحية سعادة البيم مش هتروح معاك. زي الكلام ده، أمال أنا جاي أطلعها ليه؟ جاي تطلعها عشان تشتغل عندك، يعني لولا أزمة الخدامين اليومين دول كنت رميتها في السجن، تلبسها جناية وتضيع مستقبلها. أمر غريب يا سيدي الأفندي، دخلك إيه أنت في الموضوع؟ إزاي بس يا محترم تتهمها بالسرقة وعاوزها ترجع تاني تشتغل عندك؟ هو إيه ده؟ يا فتحية ما عندهاش كرامة؟ بس أنت وهو سيبوا حاضر الضابط يشوف شغله. فتحية لا هي هتروح عندك ولا معاه. تعالى يا فتحية، تعالى اقعدي جنب الست. قلت ايه يا فتحية؟ مين فيهم اللي هيستلمك؟ تعال يا توح، تعال يا روح. لا يا ست هانم، انا ما عادش اخدم الا بيت جوزي. لست ابراهيم. تعال يا استاذ ابراهيم، وريني البطاقه بتاعتك. حاضر ساكت. امضي. حاضر. اتفضل سعادة بيه. يلزم اي خدمة تانية يا سعادة بيه؟ لا يا استاذ ابراهيم، خد خطيبتك ومع السلامة. الف شكر يا سعادة بيه. مع السلامة. شكرا. مش من المولد بلا حمص. نهد رجعت؟ ايوه. الله، ومالك مكشر كده؟
انت عارفه اني بتضايق لما بتخرج لوحدها. الحق عليك، ما بتخرجش معاها ليه؟ اخرج معاها ازاي؟ باي صفه؟ المفروض انك هتخطبها. لما اخطبها؟ انت بس بقالنا 6 اشهر في الحكايه دي. انتوا مش لمحتوا لمامتها؟ ايوه، لكن اهو كلام، الحكايه لازم تبقى رسمي، لازم تروح بنفسك تكلم باباها. انا خايف انه يرفض، وفرض انه قبل وهي ملهاش رد، اعمل ايه؟ جينا بقى للجد، يبقى لازم تجس نبضها. تجس نبضها؟ ايوه، تكلمها، تلغيها، تنتهز اي فرصه وتخرج معاها. مش عيب يا سميحه؟ ما دام في نيه جواز مش عيب. انا اختك وبكلمك بمنتهى الصراحه، الزمن اتغير، لازم الاول تعيش في خيالها وتبقى فارس احلامها. هي مش عاوزه منك الا محاوله صغيره، تقول لها كلمه واحده بس: انا بحبك. طب ما انا هقول لها كده بعد ما اخطبها. اسمع نصيحتي، الكلمه دي عندها بمقام الدبله والشبكه بالدنيا كلها. طب افرضي قلت لها الكلمه دي وصدتني. عليا انا يا سيدي. سميحه، انت عارفه انا بحبها قد ايه. خلاص مش مسافره اسكندريه، روحوا انتوا صيفوا وانا هقعد هنا في مصر. ليه بس يا ناهد يا بنتي؟ يخلصك ابقى اعرف وسط اصحابي. بابا يديني 5 جنيه عشان اشتري فستان، الاقي اقل فستان ب 20 جنيه. ما تفصلي حته القماش اللي عندك. انزل البلاج لابسه خيش. الركعة التفصيله يا ناهد، وانت ايديك يا بنتي بتعدل الماي. اسردي لي يا ست ماما. وبعدين معاكي بقى، انت طالعه فيها ليه؟ انت فاكره ابوكي مين؟ رئيس اداره قد الدنيا. نعم. مرتبي كام؟ 60 جنيه لا فوقهم ولا تحتهم. فصلي بيهم فساتين بقى واحنا ناكل طوب. الاتحايا وكلام فاضي وامزحه. يلا كلمي واحده من اصحابك، اطلبي منها موديل حلو على مزاجك. ماليش دعوه. يلا يا حبيبتي مفيش وقت، احنا مسافرين بعد 4 ايام يا ناهد. يلا امال. الو، جيهان موجودة من فضلك؟ طب لما تيجي خليها تتصل بيا. أنا ناهد. ميرسي. روح دلوقتي اقف في البلكونة، هتلاقيها قاعدة في أوضتها. صباح الخير، هتقولك صباح النور. افرضي مش واخدة بالها. كح. أكح؟ اخبط درفة الشباك، اعمل أي حاجة. الله، طب ما هتعرف إني قاصد. وماله يا محمد، يبقى أحسن. اسمع الكلام ده، احنا نحب الحركات دي قوي. طب وبعدين؟ صباح الخير، صباح النور، ويكون وشك بيضحك وابتسامتك منوره. طبعا هي هتبتسم. افرضي ما ابتسمتش. هتبتسم وحياه امي. وبعدين؟ كلمه في حد وتعزمها على السينما. سينما؟ اروح انا وهي بس؟ لا، انا هروح معاكم. وسامي اخوها. وسامي اخوها ومامتها وباباها والبواب كمان. بس يلا يلا، ما تخافش يلا. خبط، اعمل اي صوت. هي ما سمعتش. صفر لها. اصفر؟ اهي دي بقى لا يمكن. طب بس روح اقف انت. روح. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. دي سميح؟ وازاي سميح؟ كويس؟ وحشاني قوي. ما تشوفيش وحش. وطنت ازايها؟ كويس؟ سلمي عليها. دي خرجت. لما ترجع يعني؟ يوصل ان شاء الله. من حق، ده الدنيا حر النهارده قوي. ما هم قالوا كده. هم مين؟ بتوع مصلحة الأرصاد. قالوا ايه بتوع مصلحة الأرصاد؟ هتيجي موجة حر شديدة. ده ساعات كلامهم ما يكونش مظبوط. ساعة
ساعات. يعني ساعات ساعات؟ ايوه ساعات ساعات. الدنيا هتولع. افتكر كورنيش النيدي بقى تراوى دلوقتي. مش معقول. طب وجبل المقطع؟ معرفش والله. امال الواحد يروح فين بس؟ شيء يحير. يحير قوي. الحقيقة انتوا شقتكم ما تتسكنش ابدا. عشان قبلي يعني؟ والشمس بتضرب فيها طول النهار. نعمل ايه بقى؟ امرنا لله. حقكم تعزلوا. كده؟ والله فكرة. لما اروح اقول لماما. ايه ده يا محمد ده؟ ايه؟ عاوزهم يعزلوا؟ حد في الدنيا يقول لحبيبته اللي ساكنة قدامه، حقكم تعزلوا؟ أنا قصدي يا محمد دي اديتك 100 فرصة، كورنيش النيل والمقطم، ولما فضيها قالت لك بالعربي نروح فين بس؟ طب نروح فين؟ قولي لي أنتِ. على طول تقول لها إيه رأيك في سينما تكييف هوا؟ آخ، راحت عن بالي دي. ما إحنا متفقين عليها دي يا أخي. خش أنت يا محمد دلوقتي، خش بسرعة. صباح الخير يا نانا. أهلاً سميحة، صباح النور. ألو، أيوة. هلو جيهان. ميرسي يا جيجي. يا ترى الاقي عندك كتالوجات جديده عشان فستان للبلاج؟ طيب هجيب القماش واجي افصله عندك حالا مسافه السكه. باي باي. متاسفه يا سميحه، كنت عايزه ادردش معاكي لكن مستعجله، نازله رايحه الزمالك وانت عارفه المواصلات وقرفها. مع السلامه يا ناهد، اشوفك لما ترجعي. باي باي. باي باي. سامح بتلمح عشان تنزل توصلها بالعربية، هي دي بقى فرصة ما تتعوضش. يلا مستني ايه؟ يلا قول لها كل اللي في قلبك. ها لطيف ومهذب وعنده شخصية، الحب بيبان في عينيه لما يبصلي، في لمسة ايديه لما يسلم عليا، وكور زيادة عن اللزوم، مش هين عليه انت ويقول لي انا بحبك. وايه كمان؟ عاوزاه مرة يكتب لي جواب ويبعتهولي سر، نفسي اتمشى معاه على الكورنيش، يفسحني في جنينة الاسماك، وابقى خايفة لحسن حد يشوفني، ولا بابا ولا سامي يطب علينا، وفجأة الاقي نفسي ورا شجرة ويخطف مني بوسة، اروح ابات الليل سهران احلم بمعاد تاني. اسمعي لما اقولك، اللي زي ده مصيره يجوزك بالسكتة. ايوه فجأة يلبسني الدبلة وفجأة يكتب الكتاب كأنه بيطلبني ببيت الطاعة. على ايه ده كله؟ على ما هي 35 جنيه وعنده ايراد 15 جنيه، افرضي دول يا دوب ايجار الابارتمون اللي لازم تسكني فيه. واحدة زيك لازم تدور على شاب غني يمتعك ويفسحك، يركبك عربيات شيك ويلبسك فساتين غالية. ايوه يا جيجي، عايزه البس من عند بيير كلوب، من صلحه، من ايفون. نفسي اتجوز جوازه تعمل ضجه، الناس تحسدني عليها والمجلات تنشر صوري وتكتب عني. يا سلام، ادي العرسان ولا بلاش، وحيد وفريد وعدلي ومجدي. انت هتصيفي في اسكندريه، لازم تنقي واحد من دول. انت السبب في كل اللي حصل. ايه اللي حصل يا محمد؟ كل الناس عرفت اني كنت مستنيه. بيتهيألك انت اللي حساس زياده عن اللزوم. كان لازم الكلاكسي يعلق يعني. الكلاكسي يعلق، الكاوتشي فرقع، كل دي حاجه كايفه. كنت بعد ما تسكت الكلاكسي تركب العربيه وتمشي وراها وبعدين. ولا بعدين ولا قبلين، ارجوك كفايه اللي حصل. انا من هنا ورايح اصرف اموري بنفسي. انت مش يهمك ان اعبر لها عن شعوري؟ ايوه يا محمد. انا الليله دي هكتب لها جواب. Thank you.
الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي. نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي، مشتاق لعنيك مشتاق لك مشتاق، وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي، وفي عز الليل بكتبلك. نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي، مشتاق لعني مشتاق لك مشتاق، وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي، وفي عز الليل بكتبلك. لا لا قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك، قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك، قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك، قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك. والليل صحى والشوق خلاه يكتب لك. لك عاللي بقاله كتير كتير مداري مداري، يوصف لك حبه وسهده وشوق ليالي ليالي، يكتب لك عاللي بقاله كتير كتير مداري لك حبه وسهده وشوق ليالي ليالي، مش قادر على بعدك ثانية أبدا أبدا يا حبيبي، ولا عارف ايه طعم الدنيا أبدا أبدا يا حبيبي، مش قادر على بعدك ثانية أبدا أبدا يا حبيبي، ولا عارف إيه طعم الدنيا أبدا أبدا يا حبيبي، أنا عايزك عايزك على طول يا حبيبي، مش عايز أشوقنا الطول يا حبيبي، أنا عايزك عايزك على طول يا حبيبي، مش عايز
أشواقنا تطول يا حبيبي. أنا عايزك جنبي تسقيني وتشرب من حبي. أنا عايزك جنبي تسقيني وتشرب من حبي. ولا نعرف بكرة من امبارح ولا دقت قلبك من قلبي. ولا نعرف بكرة من امبارح ولا دقت قلبك من قلبي. وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام من قلبي. لا يهدى ولا ينام ولا ينام قلب حبيبي. ماما لبست يا سميحة خلاص؟ ايوه خلاص يا حبيبي. بعتوا الوزيرة تقول لهم انكم جايين؟ ايوه. يا ريت تقدروا تنهوا الموضوع قبل ما يسافروا. الحكاية ما هي منتهية تقريبا يا ابني، لا لسه هيدوروا عليك ولا يسألوا على اصلك وفصلك، احنا حبايب وجيران من زمان. وما تنساش ان ناد كان زميلتي في المدرسة 4 سنين. يلا يا ماما. يلا يا حبيبتي. ماما في حاجة يا محمد؟ لا ابدا، ربنا معاك. وانت مالك يا بايخ؟ دي اوضتي وانا حره فيها. ما تقومي تقعدي في الحمام احسن. يا ماما اندهي للواد ده اللي احسن بيعاكسني. ما انا كمان ما اسمحش لاختي تقعد عريانه. يلا البسي. مش لابسه. يا ماما ماما. جرى ايه يا سامي؟ ما تسيب اختك في حالها. ما تشوفيها قاعده ازاي؟ مالكش دعوه بيها، اخرج انت بره. مرقعه بنات والله. لا انا موريكي شغل. كاملة هانم جاية تزورنا دلوقتي. مين؟ كاملة هانم أم سميحة ومحمد. أهلا وسهلا، تأنس وتشرف. وهنقول لها إيه؟ قولي لها ما نعطلكيش. يا لاهد أنا بتكلم جد، عايزين ندي للست كلمة تريحها، دي بقالها 6 أشهر رايحة وجاية. هتتجوزيه ولا مش هتتجوزيه؟ هو في حد يتجوز في الصيف؟ هو الجواز كمان له مواسم. لما نبقى نرجع من اسكندريه يبقى يحلها ربنا. وما تتجوزيش ليه وتسافري معاها اسكندريه ويبقى اسمها تصيفه وشهر عسل؟ ده احنا مسافرين بعد 4 ايام، هلحق اتجوز في 4 ايام؟ خلاص بقيت رخيصه عندكم للدرجه دي؟ طبعا الاقل تسافري مخطوبه ومحمد يحصلنا على اسكندريه، يبقى معاكي يسليكي ويفسح. قصدك يطلع روحي. رحتي فين وجيتي منين؟ والبسي ده وما تلبسيش ده؟ لا يا ستي الله والغني. المهم هو عاجبك ولا مش عاجبك؟ مش مظبوط قوي يا ماما. توعيني يا نانا، ما تطيريش محمد من ايدك، ده شاب كويس وله مستقبل. تسمحي تأجلي الموضوع ده لبعدين؟ طب بس ريحيني، لا بتقولي اه ولا بتقولي لا. اف يا ماما بقى. ست سامحة ومامتها جم. طيب انا جاية حالا، اعملي لهم شربات يا تفيدة. شربات ده ايه؟ بس البسي وتعالي قبليهم. انا رايحة الحمام. حمام؟ عيب يا نانا ما يصحش. الدنيا حر وعايزة اخد دش. ناهد. امال فين ناهد يا تيتا؟ ناهد يا بنتي في الحمام، اصلها يعني ما كانتش عارفه انكم جايين. عقبال حمام الدخله ان شاء الله. في حياتي. ايه رايك يا سنيه هانم؟ احنا جايين ناخد مقاس الدبله. دبله ناهد يا تيتا؟ ايوه يا حبيبي عقبالك. هو ابي محمد هيتجوزها خلاص؟ ايوه خلاص.
انا زعلان منك خالص. ليه يا سامي؟ حصل حاجة؟ مش كان واجب تيجي تكلمني انا في الموضوع؟ ما انا هكلمك انت وبابا بعدين. انا شخصيا ما عنديش مانع من دلوقتي. متشكر يا سامي، ربنا ما يحرمنيش منك. عقبالك. يا خسارة، كنا عاوزين زيتها يبقى في ايديها، لكن ابلة سميحة كبيرة عليا. لا مؤاخذة يا جماعة، الظاهر ناهد هتغيب في الحمام شوية. تلاقيها عارفة ومكسوفة. طب يا ماما اتفضلي انتي وانا هستنى ابقى اجيب منها مع الصبح. وعلى ايه؟ ما ناخد اي خاتم متوحها. فكرة يا تيزا، ايه رأيك؟ الخاتم ده مقاسها، افتكر يوفي الغرض. قوي ده يبقى حتى بركة. طب انت يا تيزا محمد يقدر يقدم الدبل؟ افتكر نأجل الموضوع ده شوية لحد ما نرجع من اسكندرية. ده كتير يا ماما، ده احنا هنقعد هناك شهر ونص. اسكت يا ولد، خلي الكبار يتكلموا. اصل محمد مستعجل، عاوز ينهي الحكاية قبل اجازته ما تخلص. ايه رأيكم يشتري الدبل وحصلنا على اسكندرية؟ فكرة يا سامي، ونعمل حفلة الخطوبة هناك. قلتي ايه؟ مفيش مانع. مشيرة. هلو فايزة. هلو نانا. ازيك يا رؤوفة؟ الحمد لله. وحشيني قوي يا بنات. انتي اللي وحشانا يا وحش. هي ايه اخبار البلاج السنه دي؟ اسمعي بقى يا ستي، عدلي تاخد 6 كيلو. طبعا لان ما بيبطلش قال. وكرم طلب سناء غيره. عبد الحميد اتجوز سمير. والله العظيم. مش كانوا لذين لبعض السنه اللي فاتت؟ ده عنده 180 فدان. وارث مصنعين نسيج. ملك البلاج وصل. قصدك مين؟ هشام عبد اللطيف. نفسه قوم وقته مزمرت رقبته، دمه تقيل قوي. لا اتليه بقى كله اللي هشام. مش هو اللي بيحب صافي ناس خيره؟ ما سابه بعد اخر الصيف اللي فات. شوية الساعة لسه ما جاتش واحدة ونص. انا هتمشي معاك يا مشيرة. ما تمد شوية. الله، واحنا ورانا ايه؟ اصل ماما مستنياني. عن اذنك يا مشيرة. اخفى عليك، يعني هتخليني ارجع لوحدي؟ وماله، هو انت صغيرة؟ باي باي. عايز مني ايه؟ عاوز امشي وراكي طول عمري. دمك تقيل؟ خف دمك تكفينا احنا الاثنين. ما اظنش دمي خفيف للدرجات. انت هتيجي البلاش بعد الظهر؟ مالكش دعوه. طب وبكره؟ برضه مالكش دعوه. طب زي النهارده السنه الجايه. تعرف ان دمك مش تقيل قوي؟ انا لازم اشوفك يا نانا، في حاجه مهمه لازم اقولها لك. انت عرفت اسمي منين؟ انا عارف عنك كل حاجه. امتى هشوفك يا نانا؟ مش دلوقتي، بعدين هقول. ازيك يا نهاد؟ الله يسلمك. وازاي ماما؟ كويسه. وسامي وعمي؟ بخير الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. وازاي طنط؟ كويسه. سميحه جت معاك؟ لا، هم هيحصلوني. انتوا نازلين فين؟ في سيدي بشر. في شقه ولا شاليه؟ شاليه، الشارع اللي قبل محطه البنزين، اول حوادية على اليمين، الرابع شاليه. عن اذنك، اصل اتاخرت على ماما. مع السلامه. مين اللي كنت بتكلميه ده؟ ليه؟ عاجبك؟ باين عليه راجل زي الشبان المايين كده. انا يعجبني اكتر من هشام. انت
طول عمرك ذوقك وحش. على كل حال لما نبقى نقابله المرة الجاية هعرفك. لا يا اختي انا ما يخلصنيش، ده باين عليه بيحبك قوي. اهلا اهلا بك. اهلا وسهلا. ازيك يا ماما؟ الحمد لله بالسلامة. اهلا. ازيك يا سميح؟ ازيك يا محمد؟ ازيك صحتك؟ ازيك يا نظيرة؟ الله يسلمك يا سميح. انتوا مش المفروض كنتوا تيجوا الساعة 6 بعد الظهر، ايه اللي جابكم بدري؟ ما لقيناش محلات في القطر، جينا في الاتوبيس. اظن يا حبيبي اتضايقت اليومين دول لوحدك. ولوحده ليه؟ تلاقيه كان هايص مع خطيبته. ايه يا محمد؟ اياك ما قابلتهاش. ازاي قابلتها؟ طب احكي لي. طب بس استريحي شويه. مالكش دعوه انا مش تعبانه. شوف يا ستي، اول ما وصلت جري على البلاش. برافو عليك. لقيتها ايه؟ كانت لوحدها. عيل. وبعدين؟ كانت لابسه فستان حلو قوي يا سميحه، مش معقول. ما انا شفته عليها في مصر. اما كانت جميله بشكل والله العظيم. من كتر جمالها اتهيألي اطلع الدبله من جيبي والبسها لها واروح بيسها. ما عملتش كده ليه؟ يا خبر ابيض، قدام الناس. امال عملت ايه؟ سلمت عليها، بس هي كانت مرتبكه شويه. لازم كنت بتاكلها بعنيك. بالظبط. فضلت ابص لها. ايه؟ ابص لها. ايه؟ ابص لها. وبعدين يا محمد؟ مش عارف يا سميحه، لما ببص لها ببقى محتار اشبه من ايه؟ من شعرها ولا من عينيها ولا من خدودها؟ يا سلام يا محمد، لو مره قدرت تقولها هي الكلام الحلو ده. هقوله لها وحياتك عندي. امتى بس؟ بكره لما نقدم الدبل هتشوفي، هفرجك، هعمل البدع كده. طب بكره نروح نزورهم وتلبسها الدبله، اتفقنا؟ اتفقنا. سميحه. ايوه يا ماما، جايه حالا، عاوز اشوف بقى البدع. زي سامي اخويا، اشغليه، اوعي تخليه ينزل البحر. ما تخافيش انا هلعبه لك السيجا. هتنزلي البحر يا موشي؟ لا يا حبيبتي، انا سبت لك البحر واللي فيه. انا شايفه المسائل ماشيه بسرعه قوي. ابدا لا مسائل ولا حاجه، ده انا نازله البحر لوحدي. طب اوعي تغرقي، خليكي على البر احسن. ما تخافيش عليا. يا هشام استنى لما ندخل جوه شوية. ما تكمل لغاية الصخرة. لا هنا كويس. على العموم كويس اننا وصلنا لغاية هنا. وطبعا عندك امل بكرة نوصل لغاية الصخرة وبعده اركب معاك العربية، مش كده؟ كده تمام. وبعدين؟ وبعدين هبوسك. وبعدين؟ لما تحصل البوسة هقولك بعد كده في ايه. ازاي صفيناز؟ صفيناز مين؟ نسيتها اوام؟ صفيناز خايف. ما خلاص، كل سنة وانت طيبة. هو انت كل سنة لك واحدة؟ في واحدة تستحمل شهر، واحدة سنة، واحدة سنتين، على حسب. انا بيتهيالي اننا نقدر نستحمل بعض طول العمر. لازم ارجع بقى. طب اشوفك تاني امتى؟ بكرة بقول لك. ابعد دلوقتي لحسن اخويا واقف على البلاج. الله تكتبه الكتاب. مش الاول يقدم الدبل يا سي راشد؟ يا ست الدبل يقدمها النهاردة. مش برضو الحكاية عاوزة ترتيب؟ ترتيب يا ماما، اول ما نهت توصل من البلاج تفيدة تروح مزغرطه، ونظيره تكون محضره الشربات، وطنط كامله تروح متطبعه على اختي، وابله سميحه تروح مقعدها جنب ابي محمد. اختي هتنكسب، ابي محمد هتلبخ، انا حجمزه هيروح مطلع العلبه وملبس لها الدبله ويبوسها. نانا جت. تفيدة جهازي، وانت يا نظيره على المطبخ. ابي محمد السعيد. اهلا بعروستنا الحلوه الاموره. ايه يا ناه مالك؟ مش عارفه يا بابا، طلعت من البحر عندي صداع جامد. تعالي يا ناه تقعدي. مش قادره، حاسه بدوخه، عظمي مكسر. عن اذنكم. خد بنزين ناه. ايوه. ارجوك خدي اسبرين وشاي. ناه. عن اذنكم، اما اشوف جرالها ايه.
هشام انا خايف حد يشوفنا. هوديكي في حته مفيش حد هيشوفنا ابدا. حسبي لا تقعي. طب امسك ايدي كويس. ايه رايك؟ انا جيت هنا كتير مع اخويا وصحباتي، ما حسيتش بالهدوء والجمال قد المره دي. ستي عايزه ايه انت كمان؟ سيدي محمد بره. يا دي الحوسه، طب اندهي اندهي الاوان من على البلاش، ولا اقول لك خش انت شوفي سيدك عايز ايه. اهلا اهلا، وتعب نفسك ليه بس يا ابني؟ لا ابدا ما فيش تعب ولا حاجه. اهلا وسهلا، اتفضل. هما ماما وسميحه ما جوش؟ لا والله يا ابني لسه ما جوش. طب وسامي ونانا؟ نانا وسامي لسه على البلاج، وانا خايفه لا تكون تعبت تاني. انت معاك عربيتك؟ لا ابدا في التصليح، انا هروح عندهم من على البلاج على ماما وسميحه ما يجوا. عن اذنك. طيب. تعرفي يا نانا؟ ايوه. تعرفي نفسي في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي في مركب صغيره اعيش فيها انا وانتي، ولا نطلعش منها ابدا، ونفضل عايشين على طول في البحر، ولما نتعب من البحر ندور على صخره زي دي نقعد فيها يومين وننام في كهف، وبعدين وبعدين نرجع البحر تاني. طب افرض المركب غرقت نعمل ايه؟ ولا حاجه، اخدك في حضني ونغمض عينينا ونموت وتبقى احلى موته. لا مش عايزه اموت دلوقتي، مش قبل 10 سنين. اللي ممكن تعمليه في 10 سنين تقدري تعمليه في يوم واحد. ما قلتليش هجيب فساتين منين واحنا في المركب؟ الناس بتلبس الهدوم عشان تقلعها، ولو كانوا الناس عاقلين كانوا وفروا القلع واللبس وعاشوا زي ما خلقهم ربنا. يعني نفتح نادي للعراب. في ناس عريانين وهم لابسين، وفي ناس لابسين وهم عريانين. انا ما كنتش فاكراك فيلسوف كده. قولي وهناكل منين؟ مش هناكل، كل ما نجوع نبص لبعض نقوم نشبع. بص يا مشيرة، اهو ده الشاب اللي بيحب نانا. عال ده وقع لي من السما. ايه يا سامي انت بتدور على نانا؟ ايوه هي فين، روحت؟ لا دي عامت لحد الجزيرة. يا خبر مسكينة، دي حصلتها بالعافية والموت كان بيغلبها، تلاقيها مستنية حد يروح لها بقارب ولا حاجة. طب يلا يا سامي. نانا خايفة من ايه؟ مفيش حد يقدر يشوفنا. احنا اتأخرنا قوي، لازم ارجع. نانا لازم ارجع. 5 دقايق بس، عاوز اقولك حاجة مهمة قوي عشان خاطر. 5 دقايق بس مش اكتر. في الوقت المناسب عشان تنقذ حياتها، الواقع انت انقذت حياتي انا. ناهد بالنسبه لي كل شيء في الدنيا. سيادتك تبقى اخوها؟ لا، سامي اخوها. انا ابقى خطيبها. كده
اهلا وسهلا، تشرفت. محمد راح يندهلها قاعد جنبها. وماله يا سيدي، ما ده اللي احنا عايزينه. ايوه، عشان ياكل علينا السهره. يا سيدي خليهم يهيصوا ويفرفشوا ما دام هم مبسوطين الدنيا وما فيها. على رايك. على مهلك. انا هقدر امشي لوحدي. الله، مالك يا ناهد؟ اتفضل يا استاذ هشام. لا متشكر، اصل انا مرتبط بميعاد. لا والله ما يصحش، اتفضل. انا عرفت البيت خلاص، هبقى اجي وقت تاني. طيب يا فندم، متشكر قوي، وان شاء الله تكون صداقه دايما. مع السلامه. ناهد مالها يا محمد؟ كانت هتغرق، لكن الحمد لله ربنا ستر. مالك يا سامي؟ سامي ايه اللي حصل؟ ولا حاجة يا أبلة. ناهد كانت هتغرق صحيح؟ أيوة. طب ما تتخدش، كانت سليمة. مين ده اللي وصلكوا بالعربية؟ تعرفوا يا سامي؟ سامي اقصى عليك، طب اتعيط. والله العظيم ناهد بخير. تفتكر يعني أنا كنت حاسبها واروح قبل ما اطمن عليها؟ يا سلام، أنا ما كنتش فاكر إن في حد بيحب ناهد أكتر مني. شاهد يا سميحة، سامي بيحب ناهد أكتر مني. أنا ابتديت أغير منك يا أستاذ. الله، في إيه يا ماما؟ أنتوا في حاجة مخبيين عليا؟ أبدا يا ابني، هيكون في إيه؟ إحنا بس اتخضينا على ناهد. يلا بينا. بختك كويس، مرضتش أعمل فضيحة. خفت على احساس ابي محمد اللي لسه رقبتك ورقبه الكلب اللي كان معاكي. جاتك القرف في ذوقك؟ اخرج بره وسيبني في حالي. وليك عين تردي؟ انت هتسكت ولا اقوم؟ ما تقومي، خايفه من ايه؟ قومي عشان اوريكي مقامك. قومي قومي. ايه يا سامي ده؟ ملك ومالها؟ هي في ايه ولا في ايه يا ابني؟ ما تسيبها في حالها. بدل ما تجيب لها شاي هات لها سم تشربه، يا رب تموت عشان تريحنا من خلقتها. سامي انت مجنون؟ الهانم بتحب الواد الهايف اللي وصلنا بالعربيه. ماما ما تصدقوش يا ماما، ده كذاب كذاب والله. انا شايفهم بعينيا مدارين في الصخره وبيبوسوا بعض. يا ندمتي، تعالي هنا، رايحه فين؟ سيبوني، مالكوش دعوه بيا. حطي صوتك لابوك يصحى يطربق الدنيا على دماغك. انا هروح اقول لك. سامي اعمل معروف، انا هعرف شغلي معاه. اخرج انت الوقت يا حبيبي. ناه، الكلام اللي بيقوله سامي ده صحيح؟ ما كناش بنبوس بعض. يعني في واحد والسلام. ايوه. ومحمد يا ناهد؟ محمد مفيش حاجه تربطني بيه. ازاي؟ مش خطيبك؟ انا ما وافقتش. لكن انا كلمتك في مصر. قلت لك بعد ما نرجع من اسكندريه. يعني بتعرفي الجدع ده من زمان ومتفقين تتقابلوا في اسكندريه، وحبيتي تاجلي خطوبه محمد لحد ما تملي ايدك منه. انا معرفتوش الا السفيه دي. واخره المعرفه دي؟ هيتجوزني طبعا. وإذا كان بيضحك عليك؟ أنا ما خليش حد يضحك علي أبدا. أنت ما بتحبيش محمد يا ناهد؟ أرجوكي كفاية بقى، سيبيني. بدي أفهم بس، الجدع ده يزيد عن محمد إيه؟ بيعرف يعني إيه حب. مش هقدر أفهمك أزيد من كده. بس نعم، ما أقولك أنا آخر ما يفيد بيا هقول لأبوكي، وانت عارفه ابوكي كويس قوي. هي كلمه واحده، هتتجوزي محمد يعني هتتجوزي محمد. لازم ناخدها نكسرها ونرجع على مصر يا ماما. مسكين يا ابني، بس هنقول له ايه؟ نفرحه بالحقيقه. لا يا سميحه، انت عارفه هو بيحبها قد ايه. احنا نقدر نخفف عنه الصدمة احسن ما يتفاجئ بيها. تعال يا محمد، تعال اقعد جنبي. انت مش جاي لك نوم ليه؟ انتوا اللي مش جاي لكم نوم ليه؟ اسمع يا محمد، انا عاوز اقول لك حاجة. ايه؟ انا اختك واعرف مصلحتك. انا عارف اللي هتقولي. انا كنت بقوله لنفسي دلوقتي، أنا مش عبيط،
المسألة باينة زي الشمس، أنا اللي غلطان من الأول. المفروض إني هتجوزها، فكان لازم أخرج معاها فسح. علشان كده أنا بكرة الصبح هفوت عليها، ننزل البلد سوا، أخليها تنقي الشبكة. ومش بس كده يا ماما، إحنا لازم قبل ما نرجع مصر نكتب الكتاب. بصي، أدي جواب كتبته للشركة، حمد أجازتي 15 يوم علشان شهر العسل، ومش هقول لكم هنقضيه فين، ولا هي هتعرف. هتكون مفاجأة، هتكون أسعد أيام حياتي. سميحة، إيه رأيك؟ بذمتك مش بقيت واد يعجبك؟ وأنت يا ماما، طول عمرك بتدعي لي إن ربنا يوعدني بعروسة حلوة وبنت حلال، وهستجاب لدعائك. ربنا ما يحرمنيش منك. وأنت يا سميحة، أنا بتمنى من كل قلبي إن ربنا يوعدك بعريس ابن حلال يحبك قد ما بحب نايت. صباح على خير. وأنت من أهل اوروبا، وقالت لي لازم تشوفك. وعاوزه تشوفني ليه؟ عاوزه تفرح، عاوزه تطمن على مستقبلي. محضره لك خاتم سوليتير. خاتم سوليتير؟ ومفتاح عربيه جديده. عشاني انا؟ نانا، تعالي معايا، ماما مستنيانا. ما اقدرش. ارجوك يا ناهد، دي اول حاجه بطلبها منك. ماما تقول ايه؟ انت رايح البلاج دلوقتي؟ ايوه، وهستناكي هناك. مش مامتك تسافر من غير ما اشوفها دلوقتي. بس تأكدت انك بتحبيني، عن اذنك البس القميص. ما تتأخرش يا هشام. في مفتاح الصومعة. مين اللي وقع؟ نانا. مش معقول. اطلع بس بالمفتاح. تعالى اجيبهولك من الكابينة. اتأخرت علي قوي يا هشام. انا اسف يا حبيبتي. يلا يا حبيبتي، ماما زمانها مستنيانا.
راح 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 خد قلبي وراح خد أملي وراح خد نور أحلامي خد من أيامي كل الأفراح وراح راح 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 حبيبي وكل حاجة في الدنيا حبه حبيبي أيام ما كان حبيبي ونام أحبه وأقوم أحبه حبيبي قصدي اللي كان حبيبي وكل حاجة في الدنيا حبه حبيبي أيام ما كان حبيبي وأنا ما أحبه وأقوم أحبه ما كانش يفرحني إلا فرحه ما كانش يجرحني إلا جرحه ما كانش يفرحني إلا فرحه ما كانش يجرحني إلا جرحه ياما سرت ليالي وهو شاغل كل خيالي ياما سرت ليالي وهو شاغل كل خيالي والحب والأحلام الحلوة الأحلام خلوا الفراق ما خطرش في بالي وهو فاتني وراح خد أملي وراح خد نور أحلامي خد من أيامي كل الأفراح وراح راح 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 ندم من حرقة ألم من دمعة ندم من حرقة ألم من صرخة جريح من قلب ظلم بعتب على اللي خاف بعتب عليك يا زمان قربتني للجنة وخدتني للحب ولما جيت أتهنى جرحتني في القلب قربتني للجنة وخدتني للحب
لما جيت اتهنى جرحتني في القلب وبدال ما غني للافراح واقول ده قلبي خلاص ارتاح وبدال ما غني للافراح واقول ده قلبي خلاص ارتاح بصيت لقيتني لوحدي غريب وحدي غريب بقول يا ليل انا كل حبيب خد املي وراح خد قلبي وراح خد نور احلامي خد من ايامي كل الافراح وراح راح 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 حضروا الشنط هنسافر في ايه يا سامي؟ اختي ابي محمد اختي في خطر ايه؟ طلعت من البحر عندها صداع ولا وقت من على الصخرة تاني؟ ما تخافش اختك مع هشام انا شايفهم سوا دخلتها في العربية هيوديها شاليه بعيد عشان يضحك عليها انا كنت في البلاج دلوقتي وسمعت كل اصحابه هما بيقولوا كده اختك راحت معاه بخطرها فهمها ان والدته مستنياهم وعاوزة تشوفها يمكن ده صحيح ابدا بيضحك عليها ده انسان وحش وكل البلاج عارفه اعمل معروف يا ابي محمد ابوس ايدك اشمعنى جيتني انا لانك بتحبها كنت بحبها لا يا ابي محمد انت لسه بتحبها لكن هي ما بتحبنيش وحياد غلاوتك عندي ناهد بتحبك بس هي انا متاسف يا سامي انا لازم اسافر دلوقتي انا كنت اقدر احصلهم لكن مش هقدر اتصرف وكنت اقدر اقول لبابا لكن ما خلصكش يروح يموتها اعتبر انها زي اختك يا ابي انا لو اعرف ان ابله سميحه هيجرى لها حاجه صغيره اضحي بحياتي عشانها الشاليه ده اول ما اشترى الارض اللي حواليه المنطقة دي كلها بتاعتنا جدي الله يرحمه برضه كان عنده نص اسكندرية اما انا بقى هخلي اسكندرية دي كلها ملكك انت بالبحر كمان اجيب لك تشربي ايه خش شوف مامتك الاول كاس ويسكي طيب انا ما بشربش مش معقول صدقني عشان خاطري ابدا مش ممكن
في صحتك يا حبيبتي. في صحتك يا حبيبي. فين مامتك امال؟ خليها نايمه امال. مش عايز تصحيها ليه؟ حبيبة قلبي مش هاين عليا اسيبك لحظة. سابت لنا ورقة. كده بيني وبينك هي قصداها. عشان ايه؟ تاخدي كاس معايا، كاس واحد. ها لازم اروح. روحي ازاي؟ دي ماما مسافرة بكرة الصبح ومفيش فرصة تتعرفوا بعض الا دلوقتي. الوقت متأخر قوي، احنا لسه المغرب. معلش ابقى اشوفها لما ترجع من السفر. ترجع من السفر ازاي؟ دي هتقعد الصيف كله في اوروبا. استنى. لكن انا ما اقدرش استنى. اخطبني لغايه ما تيجي. اخطبك؟ اخطبك قوي قوي قوي. ادي يا ستي خاتم هديه من المرحوم بابا، مؤقتا طبعا على بال ما ماما تجيب السوليتير. لا اخطبني من اهلي. اوه لا، انا كنت فاكرك مودرن. يعني ايه؟ يعني ممكن نتجوز حتى من غير مأذون. بتقول ايه؟ هو ده المودرن؟ كفايه تقولي لي هشام يا حبيبي، انا وهبت لك نفسي وحبنا شاهد عليه. لا 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 ارجوك. نانا انت لسه خايفه مني؟ تعالي نقعد ولا نشرب ولا نتكلم ولا حتى نبص لبعض لغايه لما ماما تيجي. حلوه قوي حكايه ماما دي. ما انتش مصدقاني؟ يعني انا كذاب؟ ايوه. واذا ثبت لك العكس؟ اتفضلي اتفضلي خشي في اوضه ماما، هتلاقي كل حاجه متوضبه، شنطها وهدومها ومجوهراتها. انا لولا اني بحبك وبعبدك ما كنتش قبلت على نفسي ابدا تقولي لي كذاب. اتفضلي اتفضلي خشي اتاكدي بنفسك. اتفضلي. اوعى من السكة دي، خلينا نعرف. هو دخول الحمام زي خروجي. افتح لساعة وليك عليك الناس. الناس مين يا ماما؟ الشاليه محذوف 15 كيلو بعيد عن العمار، احسن نحب بعض بالذوق. خليها بجميلة، كل الشلة عارفة انك هنا، كلهم صبيان وبنات. ما تحاوليش ما تحاوليش، كان غيرك اشطر. لازم هو ده. مجرم سافل ابعد عني. انت بتسمين انا؟ انت فاكره نفسك مين؟ اياكي فاهمه ان الفستان اللي عليكي ده يغر ولا فاهماني اسم محمد بتاعي؟ محمد يسوع راسك. هي بتجيب سيرته على لسانك. امشي اسمعي بره. بره. نهد نهد نهد. سيبني، عاوز من ايه؟ انت السبب في كل اللي حصل. ما قدرتيش تعرفي من كل تصرفاتي اني بحبك. بعت والدتك واختك عشان يخطبوني، رحت اشتريت الدبل وحطيتهم في جيبك. كل الناس بتتجوز كده يا نهد. لا مش كل الناس، مش دلوقتي، الزمن اتغير. كل بنت بتحلم بالشاب اللي يتقدم لها بالحب قبل ما يتقدم لها بالجواز، يملى حياتها وقلبها، يقرب منها عشان تتجرى وتقرب منه، عشان يفهموا بعض اكتر واكتر. لازم تحس ان هو ده الراجل اللي هيحميها. لما فاجئتني النهارده على البلاج كان نفسي تهجم عليه وتموته وتموتني انا كمان، لكن مشيت ولا كان حاجه حصلت.
بموت فيكي.